مشروع أنا عبرت بإحدى التغريدات يعني باي ذا واي إنه الحرب، هذه الحرب هي أكثر حربا منذ الحروب الصليبية امتدادا، يعني إذا تابعنا الجغرافيا هذه الحرب تمتد من البحر الأحمر إلى القوقاز، إلى يعني حدود القوقاز إلى إيران، ومساحتها واسعة تأثير يعني في منطقة واحدة اللي هي منطقة غزة المغلقة قتل قرابة أكثر من 40,000 شخص، يعني لم يحصل حتى حرب تموز لم يقتل بها عشر على العدد يعني فطاقة تدمير. ولكن حتى هذه اللحظة لم تعلن أي دولة الحرب على دولة، والكل يقول لا نريد أن ندخل بحرب مفتوحة، هي الحرب المفتوحة حاصلة يعني. فحتى بديت أتخيل أنه ممكن أن يكون أجيال الحروب تتطور، ممكن أن تحصل حرب عالمية تنتهي قبل أن تبدأ، يعني أن تكون حروب بهذا المستوى، لا أحد يعلن الحرب ولا أحد يريد أن يشترك ولا الكل يرفض الحرب الشاملة، وعمليا الحرب إسرائيل تقاتل بغزة. طب يعني سيد أحمد برأيك هل إسرائيل اليوم قادرة على أن تفتح على نفسها جبهات عدة في الشرق الأوسط وقادرة على أن تتصدى لها؟ إسرائيل غير قادرة، مش فقط إسرائيل، أي يعني أي دولة، مصر، الجيش المصري بقوته وتاريخه وعظمة أجناد دولة المقدس لعبوا ما لعبوا في منطقة سيناء يعني، وأرهقوا الجيش المصري. نحن الجيش العراقي بكل إمكانياتنا قدراتنا الشعبية دخلنا حرب مع داعش يعني أرهقنا حقيقة يعني. فإسرائيل كدولة هي تعتمد على الدعم الغربي حقيقة ودعم الولايات المتحدة، وهي تريد فتح الجبهات لكي تضمن هذا الدعم، لتجبر الولايات المتحدة على تحقيق المبادئ التي تلتزم بها بحماية أمن إسرائيل. هي تريد إدخال أمريكا بهذه الحرب والقوى الغربية المتحالفة مع أمريكا لكي تحقق مكاسب عسكرية وأمنية في المنطقة، لأنها تعرف أنها لا تستطيع بمفردها أن تقوم بهذا الدور. فلذلك نتنياهو هو رجل مقامر ويقامر في الحرب حقيقة، وهو يحاول الضغط مش فقط على حزب الله وعلى إيران، الضغط على أمريكا لإدخالها بهذا، ولا يوجد قرار أمريكي حقيقة في البنتاغون، أمريكا منشغلة بالبيت الأبيض، أمريكا منشغلة الآن بالانتخابات ولا يوجد قرار للحرب. فلذلك تسعى إسرائيل في هذه اللحظة إلى تحقيق المزيد من المكاسب، إذا سكت حزب الله فهي تقوم بردعه وقتل قياداته واستهداف لبنان وتدمير غزة، وهذه مكاسب أمنية. وإذا رد حزب الله فستتدخل أمريكا وتدعم إسرائيل ويتدخل الغرب، وهذه مكاسب تحمي بها إسرائيل أمنها. فكل النتائج تؤدي إلى المصلحة الإسرائيلية، هكذا تفكر حكومة نتنياهو. ولكن لا أحد يعرف يعني ماذا سيحصل، تطورات وتفاعلات يعني اجتياز صواريخ حزب الله البارح للمنظومة لمنظومة الدفاع الإسرائيلية، يعني أن هناك مفاجآت، يعني أن هناك صواريخ بإمكانها أن تقترب. إسرائيل أيضا تفكر بهذا الموضوع، يعني أن الردع مقابل الردع يعني بالنتيجة، فدخول بحرب في وقت الولايات المتحدة منشغلة أيضا نستطيع أن نقرأها من زاوية أخرى، هي مجازفة إسرائيلية نشاهد بعض ملامحها يعني ردود الفعل الغضب التي تقوم ببعض يعني عوائل الأسرى في الداخل الإسرائيلي أو بعض منظمات المجتمع المدني التي تعترض على النشاط الحرب الواسع جدا لحكومة نتنياهو. نعم.